بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي. شكرا أوفيائي الأعزاء. إذا جمعة مباركة، نقول لكم مساء الخير أعزائي أينما كنتم. لايمن هنا استعاص من الجزائر من بداية تحديدا، تحييكم وتقول لكم مساء الخير أو صباح الخير أو مع البليش، يعني في اي وقت تفرجوا فيا. جيسبر كو فوز لي بيان. قبل ما نبدا الفيديو هذا الرائع الجميل جدا، ما تنسونيش فقط في اللايكات والبارتاج فيديو من فضلكم. شكرا للتعليقات الرائعه جدا. اذا صدق او لا تصدقي، اذا جبت لك واحد التحليه، واحد يعني التحليه رائعه جدا، فلان بدون حليب. نعم، بملعقة فقط ممسوحة من أنشا ديري أحلى فلان كراميل في البيت، هايل. خاصة اللي يديروا حمية مثل أنا ندير ريجيم مثل حمية، عبالكم يا بنات ماشي حلو، رائع جدا. وتاني اللي عندهم حساسية من الحليب، تاني يعني رانا احنا أصحاب القنوات المحتوى، لازم هكذا نخمو كامل لكل الجهات، يعني نخمو كامل اللي عندهم حساسية، اللي ما يحبوش الحليب، اللي ما توفرش عندهم الحليب. انا درت يعني عجل الحمية الحليب، على بالكم يسمن انا بالريجيم. اذا صدقوني هاد وصفة رائعة. يلا نبدأ على طريقة التحضير مباشرة من فضلكم فقط، ما تنسونيش في اللايك. يلا نبدأ. اذا على بركة الله، بسم الله. لهنا عندي لهنا لابواط تاع الفلان كراميل. لهنا حبيباتي تقدري ديري ذوق الفانيلا، تقدري ديري ذوق تاني لافخيز. انا درت كراميل. لهنا عندي ملعقه معمره من لافاني انشا وجوج كيسان تاع الماء. هذا ما كان يا حبيباتي، واش يعني كتا مكونه نديري احلى فلان، صدقيني يعني راني نتكلم عن تجربه. لهنا نجيب لا كاسرون تاعي بيان سور، نجيب هكذاك جوج كيسان تاع الماء، ماء عادي، ونفرغ هذاك الفلان وكراميل تاعي. لهنا كيما قلت لك ما تقيديش كيما انايا، تقدري ديري جميع انواع، تقدري ديري الشوكولا، تقدري فاني، تقدري الفراوله، لا فريز كامل. اذا لهنا بعد ما فرغت الساشي تاع الكيس تاع الفلان تاع الكراميل، لهنا لازم نخلطو يا حبيباتي، لازم لهنا بارد في بارد. لهنا لازم الماء مع البودره الفلان الكراميل، لازم تخلطيها هكذا بالفوي حتى هذاك السكر كامل تاع الفلان ينزمج كامل مع الماء. فوالا. لهنا نضيفوا الملعقه كبيره ممسوحه من النشا. لهنا فقط حبيباتي حبيت نقول لكم حاجه على النشا، النشا ولا لا مايزينا، ولا لهنا ولا تحبي الفلان تاعك يجي يعني يجي ثقيل، ديري هكذاك جوج ملاعق تاع النشا. ولا تحبي يجيك هكذاك فلان كيما انا يجي خفيف، يعني ماشي شاد روحو مليح، ماشي يعني خفيف كيما على بالنا الفلان لازم يجي شويه يعني القوام تاعو ثقيل. انا درت فقط ملعقه يعني جات هايله. اذا يلا نروحوا للنار، نشعلوا النار يا حبيباتي تكون متوسطة، يعني متوسطة ماشي نار قوية ماشي هادية. وانتي بالفوي راكي تحركي لكن بدون توقف، حركي هكذا بالفوي بدون توقف حتى نتحصلوا على هذا القوام. شوفوا كيفاش جا، يعني الكراميل تاعنا جا هاي صدقوني يا حبيباتي. هذا الفلان الخفيف يعني خاصة اللي قلت لكم اللي يديروا ريجيم حمية ما عندوش بزاف السكر ماشي حلو، هايل. انا شخصيا على ضمانتي يعني اعجبني، نتمنى تجربوه يا حبيباتي وتردوا لي الخبر. شوفوا لهنا بعد ما نحيتو من النار يا حبيباتي، شوفوا كيفاش تحصلت على هذا الفلون. جا شوفوا جا ثقيل لكن ماشي ثقيل ثقيل، جا يعني خفيف وثقيل متوسط يعني في القوام. دلوق يبرد لنا، نخليها على جهه يبرد ونروح نحضر لو كراميل تاعي، لاصوص كراميل تاعي. حبيباتي هنا لازم تخليوه يبرد. لهنا حبيباتي بالنسبه للكراميل انا اخترت هذا المول، نسيت تقدري ديري اي مول عندك ولا لي رامكان تاعك ولا لي فيغين تاعك، اي يعني نوع من لي بول اللي عندك تاع لي فلون تاع المقبل تاع التحليات. لهنا نجيب المول هذا ونفرغ الكيس يا حبيباتي الكراميل كامل. لهنا حبيباتي ولا تحبي ديري الكراميل في البيت، ومعندلكم لاصوص توفيا
تاع لو كاراميل نديره يعني فيديو وحده. يلا انا درت هذا الساشي اللي يعني تجي مع الفلون تاعنا. يلا هنفرغوها كامل. انا دخلتها للفريجيدير باش تمسك لي تخي تخي بيان لو كاراميل. لازم تدخلوها للفريجيدير كامل هذا الكراميل باش تمسك لنا، باش يجيب لكم يعني قالب هكذا كراقي جميل جدا. فوالا، اذا اللي وصلني لهذا المرحله من فضلكم لا ينسى تعز حيات لو نعمي بجايات تطلب اللايك والاشتراك لما زال ما اشتركش في قناتي. لهنا حبيبتي بعد ما بدل لي ما يعني برد لي شويه نجيب الصفايه تاعي، لازم نصفيوه كامل بلا كاين تكتلات تاع لا مايزينا كامل اون سي جامي. لهنا نصفيه كامل يا حبيبتي تري تري بيان باش نتحصلوا على على يعني قوام جميل جدا للفلون تاعنا او كراميل. شوفوا كيفاش جا جاي يهب اليد بنات، صدقوني انا بديت فقط نكل فيه. يلا خاصه يعني اللي يديروا يعني الحميه يعني ربي يكون معاهم، ماشي حاجه سهله كي ديري حميه، ماشي حاجه تقولي حبيت ناكل وانت ما تحبيش تاكلي، او لازم نحضروا حتى نحضروا حاجه خفيفه. شوفوا هنا بعد ما نحيت حبيباتي الفلون الكراميل تاع من الفريجيدير راهو متمسك يعني تماما، الفرغ كامل الخليط تاعي تاع الفلون وكراميل نخلطوا نديروه في المول تاعي. فوالا شوفوا كيفاش يعني يبدا يثقال يعني بلا مايزينا، يعني درت له فقط ملعقه كما قلت لكم. لهنا كما على بالك لا مايزينا انتيا وكيفاش تحبي ديري القوام تاعك تاع الفلون تاعك، تحبي تزيدي لا مايزينا زيدي، لكن القوام انتيا اللي على بالك كيفاش. لهنا بعد ما خليته يا حبيباتي جوج سوايع في الفريجيدير نحيته خلاص ما يتحركش، لازم يكون يعني مجمد. لهنا يا حبيباتي نجيب هذا لو بلا تاعي، نجيب هذاك لاصاص الكراميل تاعي اللي بقات لي، لازم ندير هكذا خطوط باش كي نقلب المول تاعي تاع الفلون يعني يجي لنا يعني بذوق الكراميل يعني من فوق من تحت هكذا. لهنا وعند الله عندك الشوكولا يعني ما كانش حرج ديري الشوكولا خطوط تاع الشوكولا الكراميل والشوكولا ثاني تمشاو تري تري بيان. لهنا اذواق واذواق، تحبي تخليها هكذاك تحتي ديكو. انا درت له هكذا هذه يعني لاستوس هذه جات هايله يا البنات، يعني حاجه خفيفه لكن تجي هايله، تجي يعني راقيه هايله وبنينه، ماشي لازم تقيدي ديري حاجه يعني غاليه وكلاس. احنا حاب القنوات لازم ندير لكم حاجه مشارجيه وندير لكم حاجه اقتصاديه وندير لكم حاجه بريستيج. فوالا لهنا بعد ما فقط كي تقلبوه يا البنات قلبوه يعني هكذا بتمعن هكذا بتحفظ شويه شويه وفوالا طاب يعني فرغلي كامل هذاك المول تري تري بيان. و الكراميل تاني صحت لي تري تري بيان بعد ما جمدوا لي تري تري بيان في الفريجيدير. خليوه هكذاك 4 سوايع 5 سوايع فوالا في الفريجيدير، قد ما تخليه في الفريجيدير قد ما يعطي لك يعني نتيجه ولا اروع. لهنا لاصاص تاع الكراميل اللي بقات لي هكذا نزينها كامل هكذا باش تعطي لي هكذاك القوام. شوفوا هاد لا كولور، لا بال كولور اللي تحصلت عليها جات فانتاستيك، جات هايله اكستراوردينير. جربوها يا البنات اللي ما يحبوش الحليب، اللي ما اللي عندهم حساسيه الحليب، اللي يديروا حميه في الحليب صدقوني عن امانه عن ضمانه. لهنا بقات لي شويه تاع الشوكولا ذوبتها وزينتها هكذا بالشوكولا. لو كراميل مع الشوكولا يجي واحد الفلون هايل يعني ماما ميا صدقوني. فوالا لهنا ندير فقط هكذا خطوط عشوائيه بالشوكولا. لهنا تحبي ديريها بالكراميل، تحبي ديريها تخليها هكذا كان فلون سامبل، تحبي ديريها بالمكسرات. لهنا يعني سي فاكولتاتيف. اذا هذه هي هذا هو الفلون تاعي، جاء هايل، جاء يعني قوام تاعو هايل، غير جربيه اوردي لي بالخبر. وعلى ضمانتي الى فيديو اخر، باي، الى اللقاء، اونفوار، ميرسي.